كابتن حسني، بتشوف ان باتشيكو هو القطعه اللي كانت مفقوده في البازل بتاعت بيراميدز؟ يعني هو اللي يقدر ياخد بيراميدز الى منصات التتويج؟ يعني بالمعطيات وعلى الواقع لانه فرق في الثمان مباريات اللي لعبهم. شفت شخصيه بيراميدز، شفت شخصيه اللعيبه، رجع لعيبه لمستواها تاني ما كناش شايفينهم، ويمكن انا كنت هنا في نفس المكان معاك وكنا بننتقد اداء بيراميدز مع تاكيس وطريقه اللعب، ويبقى موجود جميع كل حاجه متوفره والامكانيات دي، وبيراميدز بيفرط في حاجات كتير. لا كان يستاهل اكتر من كده. فباتشيكو وللامانه عمل طفره كبيره جدا في وقت قليل جدا، وده الفرق، وده اللي قلته ان المدرب بيفرق. المدرب ليه دور كبير جدا 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 جوه اي فرقه، فباتشيكو اثبت ان هو مدرب كبير. فرقت معاه خبرته في نادي الزمالك، في وجوده في الدوري المصري، عنده لعيبه قدر ازاي اللي هو يستغلها، ودي نقطه مهمه جدا، وده اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده. الامكانيات اللعيبه اللي موجوده توديها لابعد من كده، طموح اللعيبه والامكانيات باتشيكو قدر اللي هو يطلعها، قدر اللي هو يستغلها بشكل كويس. النهارده بقت بتشوف احمد فتحي رجع لمستواه من غياب، شفته في مباراه الزمالك بيرجع نفسه تاني، بيرجع والناس كلها بتتكلم عليه. النهارده رجوع احمد توفيق دي منافسه كويسه على فكره طبعًا. ان مين يلعب النهارده. بتشوف احمد فتحي بيقعد احتياطي، بينزل ماتش الجيش في الدوري، غيابات في قلب الدفاع. احمد فتحي كان بيلعب على فكره في الحته دي، ولعب اخر ربع ساعه في ماتش الجيش. بتشوف في بطوله افريقيا عاملين اداء ولا اروع. بتشوف رمضان صبحي بقى هنا بقى علامة الاستفهام، رمضان صبحي رجع تاني،